نختاروا على خاطر بلادنا تبارك الله عامله خطوات كبيره ياسر بارابور البلدان الاخرين، بلادنا في استقرار، بلادنا بلاد النجاحات، بلاد اللي يحب يحقق اماله ويحب يحقق نجاحاته واللي يحب يحقق احلامه في تونس ينجم يحققهم، بلاد مستقره سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، معناتها ماهوش سؤال نتاع واحد باش يجاوب عليه في دقيقه ولا دقيقتين، يحب له عام ويحكي، عام ويحكي. ساندناه قبل ونساندوه اليوم ونساندوه غدوة ويده في يده إن شاء الله للمستقبل، وما زلنا نزيدوا بتونس القدام القدام القدام. تبارك الله تونس متألقة في جميع الميادين، فن، رياضة، سياسة، اقتصاد، اجتماع، كل شيء الحمد لله قدام.